مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا مع شبكة التلفزيون. تكفي دموع المطر في باديات الوسم، تكفي دموع المطر في باديات الوسم، ويكفيني منك ولو صورة عليها الاسم. لا تبتعد، لا تغيب اليوم عن ناظري، أبيك تمطر على دنياي مثل الوسم. أعزائي المشاهدين، ضيفي وضيفكم هذا المساء لا يحتاج إلى تقديم. رحبوا معي بالفنان الكبير إبراهيم الصلاب. مساء الخير. مساك الله بخير أبو فهد. يا أهلا بك أبو خالد، ونرحب فيك في شبكة التلفزيون. أشكرك حبيب قلبي، وأيضا أنا بدوري أرحب بالمشاهد الكريم اللي قاعد يتابعنا، وأرجو أني ما أكون ضيف ثقيل إن شاء الله. بسم الله تونا بادين. حياك الله. أبو خالد، أخوك هزاع صلال شاعر، وهو أيضا من كبار موظفي وزارة الداخلية. أنت تحب الشعر؟ أنا أحب الشعر طبعا، واللي أحبه أحيانا أحفظه، يعني متابع الحقيقة لهذا الفن الكبير والراقي. تحفظ شعر عيل تقريبا؟ سمعنا شعر. أسمعك. نعم. أقول زهيرية. نعم. زهيرية هذه حق الشاعر فهد برسلي رحمة الله عليه. يقول: يا سيد البيض يلي بينهم وردة، وردة حالي مثل حال قيس العامري وردة، بس باب هجرك طريح الموسدة وردة، خلي المساير في جنح الدجا خاطر، وادرك محبك ترى هجرك كسر خاطر، ما كل يوم يجيكم يا ترف خاطر، البير طمح عن الوارد يقل وردة. الله 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 يرحمه، كلام حلو وايد. شيء لأن فهد برسلي كان يعتبر هو الجريدة اليومية، هو وسيلة الاتصال الحقيقة بينه وبين، يعني يقول القصيدة على عتبة الباب الصبح.
تلايا النهار أو آخر النهار تكون انتشرت في الكويت، فكان هو الصحيفة اليومية، كان لسان حال الشعب. شنو بداياتك الفنية؟ بداياتي الفنية عبارة كان عن سكتشات في المدرسة في المسرح المدرسي، وبعدين انتقلت إلى الأندية الصيفية، ومن بعدها طبعا لما كنا في مدرسة الفنطاس، وكانت المدرسة يعني قرية الفنطاس قرية صغيرة معتكرة على أهل القرية يعرفون بعضهم بعض، لكن بعد ما بحكم عمل والدي هناك الله يرحمه، فبعد ما انتقلنا إلى المدينة عالم كبير، فهذا العالم لما تهت فيه ودخلت إلى الأندية نميت هوايتي أكبر وأكبر، ولما فتح المسرح الشعبي أبوابه لقيت البيت اللي أنا أرتاح منه والهدف والقصد اللي أبيه من يوم أنا صغير وأتمناه حققته فعلا، وقمت أمارس هوايتي على نطاق أكبر في المسرح يعني الشعبي. أول مسرح دشيت فيه هو المسرح الشعبي. إيه نعم، دشيت فيه كومبارس ولله الحمد أنا اليوم أصبحت رئيس مجلس إدارته. كنت كومبارس بالأول. آه طبعا بدايتي بديت كومبارس ملقن، كومبارس إكسسوار، إدارة مسرح، يعني شغلات كثيرة الواحد اندعك فيها حتى أتيحت لي الفرصة. وشلون أتيحت لي الفرصة؟ كنت وقتها ملقن، وكان أحد عمالقة المسرح الشعبي الأستاذ محمد القصار رحمة الله عليه وافته المنية وتوفى قبل العرض بخمس أو ستة أيام، فاحتاروا الجماعة، فكنت أنا موجود، وبضاحي رحمة الله عليه قال لي يعني أنت حافظ وأنت الملقن وأنا واثق أنك أنت يعني بروحك هذه، بضاحي اللي هو عبد الرحمن ضويحي عبد الله الرحمن يرحمه. ضويحي رحمة الله عليه، نعم. فقال لي أنا ماني لاقي غيرك وسوي الكاركتر هذا شايب، وأنا من كنت أميل إلى دور الشايب وهو شايب طبعا، وأنا صغير سني، فقال لي لا نحط لك مكياج وتجاعيد، فأنا حافظ المسرحية كلها بحكم أني ملقن وحبي للمسرح حافظ جميع الأدوار، ف صرت مكان هذا المرحوم الله يرحمه محمد القصار ومثلت الدور، ومن يومها انطلقت في المسرح الشعبي. لما كنت ملقن يعني على اساس ان الممثل اللي ينسى تقول له الجمله الجايه ها؟ مو شرط انه ينسى، انا ابتدي معاهم اعطيهم بدايه الكلام بحيث إن ما يحس الجمهور او يسمع بدايه المسمع، لان يعني احنا العاده هذه ما هي موجوده عندنا الان، قطعناها اي لله طبعا الحمد. بالتاكيد. العادة موجودة فقط في المسرح المصري، والمسرح المصري له ما يبرره، لأن الممثل فيه الصبح بالسينما، الظهر بالإذاعة، عصر تلفزيون، فبالليل إيه مسرح، إيه عنده كم ومرهق وتعبان ما يحفظ، فأخذوها وسيلة، لكن هي مي من أصول المسرح وقواعد المسرح. لا زين قط وانت ملقن قط مره احد من الفنانين على المسرح وهقك يعني تقول له مو عارف مثلا؟ لا انعمل فيني مقالب كثيرة، ايه يعني على سبيل المثال كنا في رحلة، في أول رحلة للمسرح الشعبي في دولة البحرين سنة 1966 في مسرحية سكانة مرته، كان المسرح بناه الله يذكره بالخير أستاذنا الكبير فنان الديكور البحريني يوسف قاسم، كان معانا في الكويت من أعضاء المسرح الشعبي، الآن موجود في البحرين الله يعطيه الصحة والعافية، فعمل الديكور لنا مسرح خشبي في ساحة النادي الأهلي نادي رياضي، طبعا المسرح خشبي، والفصل الأول والفصل الثاني أنا ملقن، الفصل الثالث والرابع لي دور، يجي زميل آخر يلقن، نتعاون. فبالفصل الأول مريم القضبان الله يعطيها الصحة والعافية ويردها لنا معافاة إن شاء الله من أمريكا، هي تعالج الآن، والمسعود عبد العزيز المسعود رحمة الله عليه قالوا بيسوون فيني مقلب، مسرح خشبي لوح يم لوح عدل، فياب مريم يسولف معاها يسولف معاها رحمه الله عليه، لين وصل يم الملقن وداست مريم على خشبها من الخشب، انا حاط ايدي كذي، فعلى طول هو قال تحتك ما شنو، رفعت ريلها بسرعه صك هذا الخشب اللي مبطل بين خشب وخشب صك على صبعي، ما اقدر اصارخ، ان صارخت يعني عملت فضيحه، والمسرحيه تحت رعايه مسؤولين الأميرة نعم. يعني مسؤولة كبيرة في الدولة، وفي مسؤولين وفي ضيوف وعرض لا يقل عن 1000 شخص موجود، فأنا صارخ إني أنا أتألم وبنفس الوقت ألقن،
لكني يعني بالتالي كسرت خاطر المرحوم. شلون شلون تذكر السالفه شلون؟ اي والله اذكرها القن وانا صارخ تكفون هذا يعني وابلع ريدي وشيء يعورني، بس صبرت على الالم في صالح انه يمر. فالمسعود بالتالي يعني كسرت خاطر مريم الغضبان، فيد داست على اللوح واخر صبعي هذا ظل كم يوم يعورني، مو اصبع واحد ثلاثه. يعني المسرح الفن في الكويت او المسرح بين قوسين بالتحديد تقريبا كيف كان وكيف اصبح الحين؟ اول وبصراحه كان في حب للعمل داخل المسرح، كان المسرح اسره. يعني انا بتحكى لك من عن المسرح الشعبي، يعني المرحله اللي صار فيها العصر الذهبي للمسرح في الكويت كان وجود المسرح الشعبي الى جانب المسرح العربي، الفرقة مسرح الخليج العربي والمسرح الكويتي. كان كل مسرح يقدم عرضين كل سنه. طبعا المسارح هذه اهليه كجمعيه نفع عام من ضمن جمعيات النفع العام في وزاره الشؤون، فيعطونا اعانه بدت ب 3000 دينار والى اليوم صار 16000. صبحكم الله بالخير يا مير. الله يصبحك بالخير والكرامة. أنا احتج. اسحبها اسحبها. شو اسحب؟ يا اسحب فيني عربانة؟ ها؟ اسحب كلامك. وليش اسحبه؟ انت قلت بالخير يميع مو كذي؟ كذي وانا رجال ما بيني وبينك لا سلام ولا كلام، وانت ريال خصيتي بالسلام. كذي ايه كذي. المسرح عقب فترة من 76 إلى 77 طلعت لنا القطاع الخاص. طلع بالبداية عبد الأمير التركي، وراه المسرح الوطني عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج، وراه مسرح آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر، أصبحوا كل اثنين بسالفة. المسرح هني الاهلي بدا يعني يرجع شويه يتراجع. ليش؟ كل الرواد اللي فيه وكل النجوم اللي فيه توزعوا الى قطاع خاص، والقطاع الخاص مغري. ايضا القطاع الخاص انا ما ابخل حقه، يعني اثر الساحه بتقديمه للمسرحيات كبيره وعملاقه. لكن بدينا احنا بالنهايه نتقهقر ونرجع للوراء كفرق تدعمها الدولة ب 16000، يروح منها 10000 مصاريف نثرية على المسرح وكان أجار واشتراكات سنوية بالصحف وكهرباء وتلفون مرتبات، يعني اي مرتبات موظفين وطباعة ونثريات إلى آخره 10000، يبقى ستة. الستة هذه ياخذها أصغر ممثل بالقطاع الخاص. ايش تبيني أسوي؟ ايش تبيني أقدم؟ بشتري نص كذا ألف، أبي أجيب ممثل نجم شباك. طيب والفلوس اللي تدخل على المسرح من العرض يعني شلون وين تروح؟ اذا دخلت الفلوس طبعا احنا هذه نكافئ فيها كل العاملين بالمسرحيه. لكن انت ما تبتدي، يعني ما يجيك ممثل ما ياخذ دفعه اولى، ما يصير. الان اصبح لازم ياخذ موجب عقده دفعه اولى ودفعه ثانيه ودفعه ثالثه. في ممثل طلع لنا اليوم ياخذ باليوم اجره الكثر. يعني احنا قاعدين الحقيقه نضحي بوقت كبير. انا كرئيس مجلس اداره لي 30 سنه 35 سنه اشتغل بلاش، اداوم بلاش بدون اجر. يعني ايضا انا حبي للفرقه هذه وحبي لبناء الوطن من خلال الفرقه، يعني هذا اللي مصبرني اني انا اشتغل. فالان العروض اصبحت أسوأ مما كانت عليه. فالمسرح قبل في عصر الذهبي، وهذا خليني اقول لك حتى في العالم العربي نفس المعاناه اللي نعانيها،
المسرح المصري، المسرح السوري، المسرح في كل مكان بدأ تجاري الآن وانتهى يعني عصر الذهبي. زين خل يعني إحنا لا شك إن الأمور ما تتم على حالها، لكل عصر وقته ورجاله ومسرحه. زين هل تعتقد إن دخلت التلفزيون بهذا الاتساع، وسائل الترفيه الأخرى، القنوات الفضائية، المسلسلات، هل هذه نافست أو حدت من نشاط المسرح أو من نجاحه أو خلته في الظل مثلا؟ لا تقريبا بالعكس، يعني هو المسرح قائم بذاته، ما له علاقة بالفضائيات. يعني الفضائيات محتاجة تشتري مسرحيات، محتاجة القناة، كل القنوات محتاجين من يغطي لها من المسرحيات، وخاصة ذات الفصل الواحد الخفيفة اللي تحمل طابع كوميدي أو مشكلة اجتماعية أو يعني، لكن ما حدت. لكن عدم وجود المادة في المسرح، يعني عدم وجود رأس المال اليوم، إلا كان يدخل مستثمر يعطي، وهذا دور المستثمر الآن. حتى السينما العربية الآن تقول لك لازم المستثمر، وخاصة خلنا نتكلم عن مصر هي أم السينما الآن، تقول كذا ما دخل المستثمر وعطوه جرين لايت في مصر يدخل في قطاع السينما صناعة. أنا المسرح عندي لو يدخل المستثمر ويستثمر معاي، أقدر أجيب في المسرحية مثلا خالد النفيسي، غانم الصالح، المسرحية الثانية. زين بس في نقطة أبو خالد، يعني هل سوق الكويت الصغير والمحدود نسبيا مهما كان يعني المسرح جيد، هل تعتقد إن قادر هذا السوق يغطي المصاريف ويربحكم؟ يعني السوق صغير، غير سوق مصر، غير سوق إنجلترا، غير الأسواق الضخمة الكبيرة يعني. طيب شو اللي يمنع أني أنا أنافس؟ أنا مريت في يوم من الأيام أو في مرحلة من المراحل، الفن الكويتي عرض في جميع أنحاء العالم العربي، وبالعكس أصبحت اللغة اللهجة الكويتية لهجة موسيقية ومفهومة. أنا أمشي في تونس ينادوني باسمي إبراهيم الصلال، أمشي في الجزائر، في سوريا، في لبنان، في أي منطقة من العالم العربي ما عدا مصر ينادوني باسمي. ليش؟ لأن الأعمال الكويتية انتشرت، فبالعكس في طلب، في طلب على الأعمال الكويتية، لأنها الأعمال الكويتية كانت فيها الجودة، فيها من جرأة الطرح ما تعجز عنه دول أخرى، لأن الكويت تميز بديمقراطيتها، فيها من جرأة الطرح في النصوص ما يميزها، وهذه الحقيقة جرأة الطرح في نصوصنا في أعمالنا، سواء المسرحية أو السينمائية أو التلفزيونية أو الإذاعية، ميزتنا في مهرجانات وميزتنا في أسابيع ولقاءات عربية يحسبون ألف حساب للمسرح الكويتي. وعفوا أقاطعك، ومع هذا أنت قلت من شوية أن الوضع أسوأ، يعني إحنا ممكن نتكلم عن هالموضوع ساعات وساعات، لابد أن هناك سبب في الواقع أدى إلى سوء هذا الوضع عليكم أنت وإخوانك، أنت تتدارسوا هذا الوضع وتلموا حالكم ويصير وضع المسرح في الواقع مو أسوأ، إيش رأيك؟ أنا أقول لك يعني هذا شيء ما يخفى باختصار، يعني عشان نطلع من هالموضوع الحقيقة. معالي وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سعود الناصر يعني شجع على وجود شركة كويتية لقطاع الإنتاج الفني، سواء المسرحي، التلفزيوني، السينمائي، الإذاعي إلى آخره، والآن المشروع بأيدي أمينة، معطينا الموكلين فيه الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا، ومعه فؤاد الشطي، ومعه عبد الأمير التركي والأخ سعد الفرج، في أنهم يتدارسون الموضوع وينهون القضية هذه، وراح يكون مساهمة لجميع الفنانين، وأنه إن شاء الله هذه الشركة ترجعنا إلى عصرنا الذهبي، راح تجمعنا كل أبونا جميع. نعمل ذلك. هل تريد أن تعلق على افتراق نجمين وفنانين كبار في الكويت اللي هم الفنان حسين عبد الرضا والفنان سعد الفرج؟ أولا لا تعليق، لأنه هذا الموضوع الحقيقة أعطوه الناس حجم وكبروه وسووا منه سالفة، وهو بالعكس عبد الحسين وسعد إخوان، واللي أشوفه أنا أنهم متعاونين، لكن ما في نص يجمعهم صراحة طوال هالسنين. عبد الحسين تفرق لمصلحته وعنده مسرح قطاع بروحه، أيضا سعد عنده قطاع بروحه، ما أظن أنه يعني أنه هناك في مشكلة بين الاثنين. وأحب أبشرك وأبشر كل المشاهدين أنه في عمل قريب جدا راح يجمع
عبد الحسين بسعد الفري إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، وهذا جاي بوقته إن شاء الله قريب جدا، عشان بس الكثر الحكي، وأنه ما أنا ماني شايف أنه في، يعني أنا أشوفهم اثنينهم دائما يضحكون ومبتسمين، ونقعد في لقاءات تجمعنا سوا، كل محبة وكل ود وكل تقدير بينهم. يعني آخر عمل هذا سيفه قبل أربعة قبل الغزو بسنة، كان مشترك عبد الحسين وخالد وسعد وأنا والمجموعة كلمونا فيه. إطلاقا يعني هذا الموضوع تثير الناس، وعملهم الحبة قبة وما في بينهم شيء، إخوان إن شاء الله أن الله يحقق جمعتهم مرة ثانية، ونتمتع إحنا والمشاهدين في الفنانين مع بعض، وأنت وياهم إن شاء الله. إن شاء الله. المسرح الشعبي أخوي إبراهيم إذا ذكر يذكر معه عبد الرحمن ضويحي الله يرحمه، وأنت الآن رئيس مجلس إدارة المسرح الشعبي، فماذا تذكر أو ماذا تتذكر عن عبد الرحمن ضويحي؟ أولا عبد الرحمن ضويحي سميك الله يرحمه ويغمد روحه الجنة، هذا أستاذي ومعلمي الأول في المسرح، والحقيقة إذا فقدنا ضويحي كإنسان أو كجسد ما فقدناه بأعماله وبما تركه من تلاميذ ومن تاريخ طويل وعريق، سواء بصماته موجودة في المسرح أو التلفزيون أو في الشعر، لأن انتحى منحى آخر في العشر سنوات الأخيرة من عمره رحمة الله عليه، وتفرق لكتابة زهري وأبدع فيه. عبد الرحمن ضويحي الأستاذ والمعلم، العفو أبى أقول أنا زهرية من زهرياته إذا يسمح لنا الوقت، بضاحي دائما باسم، دائما صاحب ابتسامة، حتى لو هو كان على فراش المرض يبتسم ويحسسنا إنه هو معانا، يعني ما بيننا، يعني بالرغم إنه كان يعاني إنه بيروح، لكن قاعد يقول لنا ماني رايح رحمة الله عليه. يقول حددت أنا موقفي وحددت حول الخط، ماني من اللي ورا ربعه يفك الخط، ما فكنا الخط ورا ربعي وعرف الخط، الخط جيده مثل بيت الشعر وادريه، والبيت اعرفه مثل بيت الشعر وادريه، وصيت انا النفس كل شيء ردي وادريه، من صغر سني اعرف العيب واقرا الخط. يعني حساس لهالدرجه ولطيف جدا. والأزهريات كثيرة في الواقع، نشرت أو نشر الكثير منها في صحيفة الأنباء. نعم. كان يكتب، وأنا أعرف أنه إن شاء الله بنت هالة وعدتني بأنها راح تعمل دواوين أو كل شوية مواويل تجمعهم في ديوان أو في أكثر من ديوان، وأنا إن شاء الله راح أكون على تم الاستعداد بالتعاون معها لطباعته ولتوزيعه إن شاء الله. بس كان أثر كبير في الواقع لعبد الرحمن ضويحي، خلينا نقول على تأصيل اللهجة الشعبية في أعماله مهالشكل. أنت صح كلامك. أولا تميز عبد الرحمن ضويحي بكتابة المفردة الكويتية، يعني كثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية تفتقر إلى المفردة الكويتية، كلامنا الأولي ضاع، لكن بضاحي الله يرحمه يغمد روحه لأنه كان يتعمد كتابة المفردة الشعبية ويوثقها ويعلمها للجيل اللي ورانا، ممكن تثير جدل هذا ايش يقصد، فأتي أنت تفسرها لولدك ولدك وتفسرها لحفيدك وإلى آخره. بالنسبة للمسرح الشعبي كنتم محتفلين من فترة بشغلة، يعني عملتوا احتفال بمرور أرخته ولا أنت؟ هو الحقيقة عملنا مهرجان لتكريم الرواد الأوائل مؤسسي فرقة المسرح الشعبي، هذول الحقيقة اللي زرعوا، اللي زرعوا البذرة، اللي وضعوا الأسس ووضعوا القواعد. فالحقيقة استشرنا معالي وزير الإعلام الشيخ سعود الناصر أن تكون يشمل برعاية الحفل لتكريم الرواد، والحقيقة مشكور تفضل الشيخ سعود وتجاوب معانا وجه وحضر الحفلة من بدايتها إلى نهايتها، وكرم جميع المكرمين سواء من أعضاء المسرح الشعبي الأوائل ومن المخضرمين
في شهادة وفاء وفي شهادة عطاء، وكرم أيضا كل الصحف ووسائل الاتصال سواء التلفزيون، الإذاعة، وزارة الدفاع، مطبعة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. للحقيقة رأت المسرح منذ نعومة أظفاره إلى أن أصبحت تبعيتنا السنة هذه تتبع وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. فالحقيقة مع الوزير كرم الكل، وأصلا وجوده كان عندنا تكريم لنا. طلعت كتاب من فعاليات المهرجان ابو فهد. انا من فعاليات لا انا اقول لك لان الكتاب كهو قدامنا. كتاب طبعا وضعنا من ضمن الفعاليات ان تزامن الكتاب، طبعا تعرف العراق او التتار العراقي دمر اكثر مما سرق، فراحت مكتبتنا وضاع ارشيفنا اللي يوثق الحركه المسرحيه في الكويت، لان اول مسرح اسس في الكويت هو المسرح الشعبي، تأسس يوم 7/5/56. فجميع الأرشيف والسجلات كلها ضاعت، راحت نهبوها أو حرقوها ودمروها. فوجدنا أن المعلومة هذه موجودة عند الأخ صالح الغريب في مجلة عالم الفن، وجمعنا المعلومات وأعدها الأستاذ صالح الغريب، وأنا أشرفت وراجعت الكتاب وطبعته مطبعة الحكومة مشكورة. إلى جانب فعالياتنا في المهرجان كانت في مسرحية اسمها يدًا بيد، مسرح تجريبي، والحقيقة كانت مسرحية ناجحة. وأيضا في مسرحية شعبية اسمها شرباكة إخراج جاسم النبهان، اليومين هذه قاعدة تعرض على مسرح كيفان. نعم، اختار لنا شيء أبو خالد من أعمالكم القديمة أو الجديدة نعرضها نشوفها الآن نشوفونها ويانا الناس. نختار مكتبة ثرية، مكتبة التلفزيون، وفيها أعمالنا القديمة، ونختار شيء كوميدي. تفضل. نعم، شوف الأخ المخرج ينزل لنا شغلة من أعمالهم. وكيف عرفت أنني فعلا المحتسب؟ اخلص يا كلب. ماذا تقول يا ولد؟ أنا لم أنطق. أتغير صوتك يا نجار النحس؟ أنا أم أنت يا سعادة المحتسب؟ اكلت ابنا يا كلب. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شخص ثالث. لا يوعفيد حبيب. لا 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 لا، إنه المحتسب في الغرفة. محتسبان؟ رحنا وطي. أفهم أفهم، ألست أنت المحتسب؟ لقد أتى ليقبض علينا، الملعونة بلغت بأمرنا يا نجار. إذن أنت لست المحتسب. ضعنا يا سعادة المحتسب. نعم. نعم يا مدير السجن. مدير السجن؟ إذن لماذا كذبت؟ ألن تخرجنا من هنا يا سيدي؟ أتعرف من سيخرجك من هنا؟ من؟ نعيم العوادة. حلوة 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 حلوة. شيء جميل في الواقع، الواحد يتذكر هالأشياء. وش تحس لما تشوف شغلة قديمة لأعمالكم السابقة؟ والله أنا أحس غير إحساسك إنك شيبت، يعني شو تحس؟ لا أنا أولاً ما شيبت، لأنك تشوف هذا الشيب هذا من كثر ما يقولون بيض الله وجهك. لا أنا لما أشوف نفسي في التلفزيون طبعاً أنا ألاحظ شنو اللي أقول يا ليتني بسوي كذي أو يا ليتني قايل كذي. يعني ما كانت الشغلة تطري على بالي، لكن لما شاهدها في التلفزيون وطالع أقول أتندم، أقول يا ليتني مسوي الأحسن. زين، الذكريات طبعا تمسع، قلت ذكريات زينه وذكريات شجنيه الى، بس مو كل ذكرياتكم، ذكرياتكم الطريفه طبعا اكثر من ذكرياتكم الحزينه، مو كذي؟ ايش تذكر من ذكرياتكم الطريفه؟ اذكر طبعا عبد العزيز المسعود رحمه الله عليه، فنان غير عادي، فنان نادر. والحقيقه لما فقدناه فقدنا
أحد أذرعة المسرح. عبد العزيز مسعود خفيف الدم الله يرحمه وسريع البديهة، لكنه ما يقدر يتصرف في النص. يعني في ممثل لما يحوشه موقف يعني يضعه في خانة اليك أمام الأمر الواقع يتصرف من عنده تصرف. أخوي أبو فهد عبد العزيز المسعود ما عنده يعني نص نص. فذيك اليوم كانت في مسرحية اسمها انتخبوني سنة 67، وكان دور المسعود فيها مدرس لغة عربية فصحى، وأنا أحد الطلبة والزميلة مريم الصالح. فكان يكتب على السبورة على اللوح: أكل الولد التفاحة، أعربها. أنا أقول أكل كذا كذا، فهو يقول لا أكل بطريقة المسعود أكل. فطلع ياهل بالصالة يرد وراه أكل، فالجمهور قام يضحك من ردة الفعل مالت الياهل، مو متوقع أن الياهل برد. فهني المسعود تضايق الله يرحمه، فرد المسعود طالع ورد أكل، فرد الياهل أكل، ضحك الجمهور صفق. هني غاض عبد العزيز ما يعني المفروض يسكته. كان أبو ضاحي الله يرحمه يقول المسعود تصرف كل وين الفراريش، لما يقول أكل يضحكون الناس. فهني أبو ضاحي الله يرحمه مثل الملقن يقول له نازل عند الملقن حدر تصرف عبد العزيز قول أي شيء، قول وين فراريش المدرسة عن الياهل. سمع أخوي أبو فهد الجملة هذه وصرح له المخرج، قال الفراريش ما يدري الجمهور شو السالفة، هو على المسرح اي على المسرح قال الفراريش يحاكي المخرج، مو الفراريش انا حدر له. كان ينزل نزل يدور الياهل، عملت طبعا الجمهور صفق حسب هذه من ضمن النص. فكان يقصد بضاحي تصرف الله يرحمه، تصرف يا المسعود الله يرحمه، او وين عن طريق المسعود وين المنظمين بالصاله ما يسكتون هالياهل. يعني كان تصرف وموقف حرج بالنسبه لاخوي عبد العزيز، وما في شيء لو قال هالزرزور الذانة وين الفراريش ما يسكتون، احنا بمدرسه. ابراهيم الصلاه من اي فريج انت؟ انا اول فريج الفنطاس يوم اني صغير، وتالي فريج المرقام. كم سنه لما رحت المرقام؟ عمرك كم سنه؟ عمري يعني يتجاوز يمكن 11-12 سنه، كنت توني بالابتدائي. من تذكر من معاصريك في المرقام؟ سنوسي، ثامر السيار، سليمان الفهد، فهد الهديب، فنام الديقان ما كان فنام، مجموعه عبد العزيز مفرج، عبد العزيز مسعود الله يرحمه، جاسم البواش، بضاحي الله يرحمه، مجموعه كبيره يعني. هذا اكثرهم طبعا من الوسط الفني اللي تحكيت عنهم، اما من اي وايد كثيرين يعني. وايد اذا بذكر انا اذكر كل المدرسه. زين السنوسي من يومه صغير كان هالشكل يعني، نزعه فنيه وحركه ونكت. السنعوسي كان من ضمن الحركات الكشفيه، كان عنده نشاط الحقيقه، نشاط يعني يشدك. والسنعوسي ما شاء الله فنان، فكانوا ثنائيهم. انا اذكر هو وثامر السيار كان في مسرح الكويتي، ثامر من سنين قبل. فكان عندهم مونولوج اللي يقول انا السنعوسي وانا السيار، انا السنعوسي والى اخره. حتى في مدرسة صلاح الدين ويانا كان نشط السنعوسي في فرقة التمثيل هو وسليمان الفهد، وحتى عقب صلاح الدين أيضا كان عندهم نشاط في مسرحية ما رد الكلب على القصاب، في مسرح محول أمية ويا الأستاذ دخيل السعوسي الله يرحمه بكيفان، مسرحية مسرح مدرسة الخليل بن أحمد، كان معاه المسعود الله يرحمه، أحمد الصالح موجود، عبد العزيز النمش، سليمان الفهد، سيف عباس، الدكتور سيف عباس، كان لهم نشاط يعني حقيقة. فالسنعوسي كتلة نشاط سواء من يوم إنه صغير إلى يومك هذا، ما شاء الله عليه كتلة فنان. والله من حكي يعني فريج المرقاب ما قصر يعني، أبدع لنا وطلع لنا نخبة من الفنانين. هو السنعوسي مو بفريج المرقاب ترى، هو يدرس بالمرقاب لكن فريج الصيهد جبله ما بينه بين يعني الصيهد بين بين الصيهد اللي هو من يوم الجراجات مني قبل قبال قصر نايف ينحدر على المرقاب. عن سنوات الدراسة بالنسبة لك سويت الدراسة؟ طبعا أنا بديت تلميذ في مدرسة الفنطاس، أول في مدرسة أبوي الله يرحمه ملا مزعل، كان يدرس القرآن ويدرس الحساب ويدرس لغة عربية وفقه ونحو وصرف ومسك الدفتر وإلى آخره. فبعدين
الدولة أوعزت لنا يفتتح مدرسة الفنطاس، وافتتح المدرسة النظامية للفنطاس. بعدين انتهت مهمته، انتقل وجايها بالثلاثينات. فأذكر كان يقول له للفنطاس بالثلاثينات 37 38، ادرسوا يا عيالي، ترى أنا الحكومة جايبتني لكم من الكويت، أساسا بيتنا بشرق جزء من الأميري، لكن رحنا الفنطاس بحكم وظيفة أبوي. فأبوي يقول ادرسوا يا عيالي، قال الفنطاس ترى المعاش بيوصل 1000 ربية. قالوا والله معاش 1000 ربية يا خبل هالملة. من يظن المعاش؟ مو مصدقين. ذيك الساعة كم المعاشات؟ ولا 5 6 ربيات ولا يعني الله. كان يم بيوتهم رمل، متضايقين منه، طعوس رمل. قال لهم بيكم يوم هذا الرمل بينشال وبيسوى ذهب. البيوت يقول من الديرة إلى، مو مصدقين، قال حتى إلى الشعيبة. هذه الديك ما يحتاج يعني الطير ما يطير، الديك يطمر من بيت إلى بيت. قال والله شق الملا هذا عنده أفكار غير عادية، مو مصدقين. يعني اللي حتى الرادو ذيك الساعة ماكو رادو والفنطاس إلا بيت المجرن، الله يرحمه ويغمد روحه الجنة، عبد الله المجرن وأخوه محمد أحمد المجرن وعيال المجرن اللي بالشامية. الحقيقة هذا لهم أيادي بيضة على أهل الكويت بالسيارة، يودونهم ويبونهم مع ريال طيب. فعندهم رادو، وكنا نسمع الرادو ببيت المجرن هنا برلين، لكن ذيك الساعة ما نعرف إنها برلين. الفنطاس أغلبهم كانوا سمعتوا ذاعة برميل البارح، حسبونها هنا برميل. يعني شوف تخيل سنة 42، فيقول دار الدور شلع يا بريطاني، تريد الناس تنظر دور الألماني، إلى ما وين دورك وانتهى حد ما تدري، تفانينا بهالمدة، غدينا بزور مكتب ننطر الهدة، بخش ودس واحد ينشد الثاني، الزعيم اللي يهدنا سيد العالم بقواته فلضداده وهو سالم، يفكنا من حماية تشرشل الظالم، استعماره علينا بغير وجداني. تلفت الناس والعالم فتنتوها، وعروبتنا العزيزة استعمريتوها، تنعمتوا بمصالحها وظلمتوها، وخليتوا شعوب الناس عدواني. تطق هذا على هذا وتتفرج، وسوك للعراق وللعجم، شرق على ضيم المنامة تصيح، المحرق قلبت بلادنا ودبي وعماني. خذك يعسك من النرويج وهولندا مع البلجيك وفرنسا وبولندا، يعيش اللي سحكهم ما في ترزندة، تزجهم بالحرب وتصير براني طويلة. المهم سنة 42 من يعرف، خذك يعسك من النرويج وهولندا مع البلجيك يا سلام، هذا رجل رحمة الله علينا، ثقافة عامة يعني. كان معاناة الماي، أهل الكويت كانوا يعانون من شح الماي، كان ماي السد ماي قربان، كانوا يبون الماي من العراق من البصرة. وبنفس الوقت بيسوون كهرباء بالكويت، فيقول يعني موظف الكهرباء والماي شو يقول جريدة، يقول ليت النفط الغزير ينقلب ماي غدير، ما أنا بالنفط معاشة صرنا للعالم طماشة، أهلها ماتوا عطاشة وضاع بالطوشة الفقير، من الفير شايل قربه بس يبي لو درب صبه، نفطها غرق وربه وضمبها يستدير، جابوا كنديسة جديدة قالوا بالعالم وحيدة، قلت خير الله يزيده، ازرعوا حنطة وشعير، لا زرعنا ولا شربنا، كل قيضة صيح ربنا، من عجمنا ومن عربنا كل من أصبح خطير، عرباين ما تبيعك والمهارة ما تطيعك، من عوينك من فزيعك نشتكي عند الأمير، ما نلومك يا بلدنا والسبب كثرة عددنا، شف بلادك يا ولدنا ما بها مفرش حصير. أيضا في وحدة عن الماي بعد لو نقولها بسرعة، يقول الفقير الله يعينه ما بقت حتى سفينة، حطوا الجهد بضياهم، شوف على الكهرباء، حطوا الجهد بضياهم والضمة والقيضياهم، وش تفيدك كهرباهم، ماي وين الماي وينه، للضياء يكفي سراي، ولا نبي سكر وشاي، الحياة تريد ماي الأصل منا حيينا، ما دريت والماي جايد اتلفت منا بدايد، كل ما شفنا الشدايد واحدونا في مكينة، باكر العجز التراقل والحمير بها التصاقل، بس مهنتنا التناقل من مطينة لمطينة، لا تضحك يا غشيم، لا عدل عدل ما هو بالوقت القديم، لا يقول لا لا, لا شوف انا عندي لي كاهي ما بها حيله وشاهي، ها اللي قبلها تقصد، إيه ما بها حيله بس فيها لا تضحك يا خشيب، إيه وراها ما بها حيله وشاره، العمي يربط وزاره يقضب امه
في يساره ويقضب القوط بيمينه. لا تضحك يا غشيم، ما هو الوقت القديم بوم في بوم في رقعة غنيم تكتفي كل المدينة. المدينة هذه هلها والبلا من اللي دهلها، كل من جاء ونزلها زاحم اللي عازمينه. لو تردلنا وربعنا بمواردنا شبعنا، بس جانا من تبعنا ترجموا يا أهل الرطينة. وين تبخير الأوايل؟ عشنا ما شفنا دلايل، جاوبوني يا حمايل بالحكي ما نشوف عينه. ما أدريتوا؟ لا يقول إيه من ذكرهم يا مريجي رح تبشر كل فريجي، ردت الماي الخريجي هالبحر منا وفينا، قابلينا لو تغير بس حنا لن تحير، كود بالماي المشير صج والمنا علينا، من دبيب من دبوري بدو الماي الضروري، ماي ما يفيد التجوري الظما حاله زبينه، من الظما ما يشوف فكه كل سنه بتصير سكه، كل من بنى دبركه وقال حنا ما علينا. الفقير الله يعينه. والحين قبط الماي من البحر والماي يعني ما في مشكله يعني. لا لا كانت مرحله بس نظره يعني كانت, إيه كانت نظرة مرحله يعني هو نظره في محلها يعني. كان نظره في محلها يقولها. لا طبعا فهد بورسلي مثل ما تفضلت هو الجريدة الناطقة للكويت في وقته. أنا بذكرك بسالفة ما أدري تذكرها ولا لا. أنت سنة من السنين بغيت ترخص لك بغيت ترخص لك تريلات أو سيارات ورحت للجهات المعنية، فما أنت قول إيش صار بعدين. هو أنا كنت أبي رخصة يعني تريلات ورخصة تجارية نقل أو شيء. إيه افهموني غلط، قالوا أنت أصلاً كانت لجنة تمرها فقالوا لي عموماً أنت ما تشوف ذاك الوقت شوفي جليل قبل لا أسوي العملية وأشوف الحمد لله. قالوا أنت ما تشوف، قلت لهم أنتوا تب تقنصون فيني أنتوا تبون طير شاهين، أنا طالب رخصة حين ما بيها يا مالتي خلاص أنا بتقنصوا فيني. هم ضحكوا اللجنة بس هم ما وافقوني يعني ما أخذ التريلات ولا الرخصة. لا لا الحين لو تروح لهم ممكن يعطونك ظاهر أحسن تشوف أحسن. لا الحين حتى لو بيقنصون فيني حاضر الحين أشوف الحمد لله. زين إيش قصة الوسوسة؟ الوسوسة هذه الله يسلمك أنا كنت ماخذها من أحد شيابنا في الفنطاس كاركتر وخدمني بالفعل في المسرحية يعني حتى وظفها الكاتب المسرحية عبد الرحمن ضويحي رحمة الله عليه بالنمش. كان يقوم في دور اسمها سلامة سليمان سالمين سليمان سلامة سليمان سالم سالمين وأنا والمسعود نسوي الاثنين لازمة. فأنا حتى يعني وظف حرف السين عشان أنطق شين سلامة سليمان سالم سالمين الاثنين، فكل حرف سين أستخدم شين فعلا يعني حقق نجاح وعطاني ردة فعل. هذا أبو صبغ؟ أي نعم طال عمرك والله ولعدت المدرش. حط حيلهم بينهم. وأنت روح يا اللي مالك دقر حش بالك ما أصيدك. اشتعوا يا أبو صاحب. يا جليل الحية كل يوم زارعني بالقهوة تب تجيب لي الدينارين ولا تجي. لا والله يا أبو صاحب هيا أم العيال مي بصاحية ولا أطلع من البيت. سليم السكم الزواج قل لي ذاك أكتب عليه زين الله هديك جطع قمار وشذاك. بس اللي يذكر أنك زعلان ويا أم العيال من مدة ثلاثة أشهر. ها شكو هذه دينارينك ولا تبين لأهلي متزوج. أول قفض لي الدينارين. أي شايب ما له دروس يسوي الشغلة هذه إن شاء الله. يا الله يعطيك عمر. بس الحين صارت دروس تركيب. لا 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 حتى الحين دروس التركيب بعضها يطلع صوت. إيه؟ الدروس الجديدة يطلع الهسهسة الهسهسة هذه غير هذا الشايب اللي صاير حلجة النبيت ساعة يعني.
شغله اي والله بتخابر قلت ساعة البوك كذي ماكو ولا ضرس تقول شبه بطل حلجة ماكو شيء يعني فيضطر لقام بيقول حرف السين يقول شين كذي يعني وين تحط نفسك بين الفنانين او بين الكاركترز المسرحية او كيف تصف نفسك شلون يعني اصف نفسي احط نفسي بين المشاهير الكبار ولا الصغار قصدي لا يعني شو اللي يميز خلينا نقول بصورة اكثر دقة شو اللي يميز ابراهيم الصلال كفنان هو انا عندي لون معين نعم. تميزت فيه هو شخصية كاركتر رجل كبير السن بجميع فئاته وانواعه من يوم انا صغير والكاركتر هذا خدمني في التلفزيون في الإذاعة وين دور الأبوي يبو الصلال وين دور الأم الجد يبو الصلال وين دور العم يبو الصلال لونت فيه لكن بحكم سني الآن أصبح اللي أنا مثله وأنا عندي 17 سنة الآن صار دوري طبيعي أول أحط مكياج وعاني ولزق وكذا مجرد ربي اللحية شيء طبيعي والشيب هذا والتجاعيد نفسها نفس هي فشخصيتي ارتاح منها فأضع نفسي لحد الآن دور الأب والأم والجد والخال الرجل الكبير السن وطبعا احنا أبو فهد ما ننسى مع لكبير السن في مجتمعنا من محبة الأب والخال والجد احنا مجتمعنا كمجتمع كويتي مترابط أسرة واحدة نحب الكبير كبير ناخذ منه الحكمة ناخذ منه الرأي المشورة فالشخصية اللي أنا ألعبها الحقيقة ألاقي انعكاسها أو ردة فعلها عند الناس واحد يقول أنت مثلت دور يدي واحدة تقول أنت مثلت دور خالي واحدة من الناس تصل التليفون أو اتصل فيني واحد بالأحرى قريب واحدة موقف غريب وإنساني قال لي أخوي واحدة متعلقة في أبوها وأبوها يشابهك وتوفى يشابهك بالحركة بالحكي بكل شيء لدرجة ان احنا عشرتك نحطها نسليها تحس ان انت ابوها هل في امكانية تقدر تساعدنا نفسيا على انك هذا قلت لهم حاضر ما عندي مانع هذا تلفوني وهذا عنواني ممكن اجي لكن طبعا انا وصيت اهلي وصيت ايضا دكتور مروان المطوع اخذت راية بالإذاعة هذا شيء مؤخرا اي على اساس قلت يعني انا يعني بنت بتروح لها و يمكن تتعلق تحسبك مثل ابوها والى اخره انا اخاف من هالمواضيع لكن كاركتري لما شافته في التلفزيون وهذا ساعدها انسانيا فاحس اني انا قدمت شيء يخدم الحمد لله بس يعني ما رحت للجماعه لا لا ما رحت ولا اتصلوا فيني يمكن استغنوا عني بشرتي والحمد لله يعني حسيت اني انا اقدم خدمه يعني وانا بالفعل لو جاني الشخص هذا ممكن اتعامل معه وتعاون الى ابعد حد عشان نرد المريضة هذه إلى وضعها الطبيعي فهذا دوري بالحياة وفعلا أحس أنا أدواري خدمت وقدمت شيء طبعا أنت كفنان لا شك أنك جزء من هذا المجتمع الكويتي وأنت مواطن وإنسان بالدرجة الأولى كيف تنظر للمشاكل اللي قاعدة تصير في البلد إذا كان هناك مشاكل شنو الشيء اللي يقلق بالك شنو الشيء اللي تحاتيه شنو الشيء اللي يشغلك الحين أنا أحاتي وايد والله ما يكافي الله يكافي نشر هذه أصبحت مشكلتنا كل أبونا أبو فهد أنت واحد من الناس بطل الجريدة الصبح طبعا من النوع اللي أبي كل الجرائد يوميا أقرأ الخطوط العريضة وبعض الكتاب اللي لهم على الصفحات الأخيرة واللي قبل الأخيرة أتستمتع أقرأ لهم لكن تجد واجد من المواضيع هذا يقول في هذا وهذا يقول في هذا وهذا يكتب عن البلد وهذا يكتب فعلا احنا بحاجة الى من يكتب عن المرور لان المرور اصبح حرب اهلية اللي والله حرب اهلية تروح فيها ضحايا اكثر من الحروب النظامية ايضا نريد واحد يكتب عن السلوك العام في الشارع عن الاخلاق عن سلوكيات الشباب واخلاقهم ياكلوا الشيء اللي يتزلق واللي يأذى خلق الله ما في عائلة تروح البحر الا من دينها العالم ما في عائلة تروح الواجهة البحرية او غيرهم مو ماخذين راحتهم الجرائد اللي تكتبها الصبح هذا قاتل وهذا مفقود وهذا هتك عرض وهذا سرقة بس هذه اخبار يعني اخبار لكن احنا ما وصلت في الكويت لهالدرجة ان احنا نصير شيكاغو او نصير نيويورك احنا كلنا بلدها الكبرى
أي شيء يصير بالصفات بعد نص ساعة يعرف اللي بالأحمدي وعرف اللي بالسالمي. زين إذا صارت حوادث قتل أو شيء ما تبي الصحف تنشرها مثلا؟ لا لا، هو في الصحافة تنشر شيء، بس أكو ناس يكتب عن هذا وهذا يكتب عن هذا. قصدك المعارك الصحفية؟ المعارك الصحفية شيء حزب القلب أيضا. قاسية المعارك، قاسية وعنيفة، قاسية جدا عنيفة. يعني حقيقة وجه، يعني أنت ديمقراطية اسمحوا لك أنك تتكلم، بس أيضا في قارئ غير الكويتي، في قارئ برا الكويت. المشكلة اللي داخل البيت داخل الكويت نحلها فيما بيننا، يعني أنت صحفي وآخر صحفي، في بينكم مشكلة، أنت بينك وبين رابطة أو بينك وبين جمعية أخرى، نجمعكم سوا ونراضيكم، بدل ما يصير بينكم شغلة في الصحافة في بيقراها من برا. طبعا احنا بنقول عندنا ديمقراطية وحرية رأي، لكن ما تستقل الاستقلال هذا، استقلها في شيء مفيد أحسن، عشان نقول بالفعل احنا في ديمقراطية. فعلا الواحد يقرأ الصبح الجرائد ينعفس، يقول لا ماما اللهم الله يكافينا. لا تقرأ أنت، اشتري الجرائد الخمس كلهم، اشتري واحدة. الخمس أيضا في مشكلات أخرى، إلى تنظر إلى مستشفيات، وأنا كفنان أنتقد مستشفياتنا. يعني أحد المستشفيات هذا الزهيوي بغرفة المريض، يعني إذا بالغرفة في زهيوي شلون في المطبخ؟ شلون يكرم سامع في الحمام؟ احنا بلد يعني الحمد لله نقول احنا عندنا فلوس، ودائما ان عندنا عجز وعندنا غيره، قاعد نعطي ملايين برا. طيب خلنا نرجع بيتنا قبل. يعني احنا بصراحه الكويت، يعني تروح اي دوله خليجيه تجدها زراعه منظمه، المرور، الشوارع. تبي تشوف خضره اكثر بالكويت؟ ودي تشوف خضره اكثر؟ ودي ودي يعني اشوف خضره بالكويت، ودي ان ديرتي احسن ديره، ودي اني انا افتخر فعلا كنا نسميها عروس الخليج، يعني مو عروس الخليج، عيوز الخليج. زين قبل لو نختم البرنامج نسمع منك زهريه اخيره، يعني في زهريه لبوريس لي رحمه الله عليه، يقول يا عيد الافراح والنسهم وانا هملي، وعيون الاضداد مستره وانا هملي، مليان قلبي مصايب والحشا هملي، أنا وقلبي على نار القضا نصله، متجاسمين الحزن نصلي وهو نصله، من وين ما صابته نصله على نصله، ضرب السهم بيننا همله وأنا هملي. إنزين الحين خلنا نأخذ الفرصة بالدقائق هذه، الكلمات المتشابهة اللي لها نفس اللفظ ولكن معنى مختلف، اقرها مره ثانيه وقول لنا ونشوف يعني يقول للناس المعاني المختلفه، لان هذا الشعر تقريبا فهد بورسلي يعني يحتاج الى بعض الشروح احيانا. نعم. يا دار من امرهم جاورت منفع، لا الاوليه هذه نصلي وهو نصلي الاوليه، يا عيد الافراح والنسهم وانا العيد والنسهم وانا هملي انا والنسلي، وعيون الأضداد مسترة وأنا هملي شايل هم، مليان قلبي مصايب والحشا هملي هملي أنا، أنا وقلبي على نار القضاء نصله، ينطبخون ننطبخ إيه، متجاسمين الحزن نصلي وهو نصله هذا ونصله، من وين ما صابته نصله، ضربة سجين على نصله، ضربة وضربة إيه، ضرب السهم بيننا همله وأنا هملي. أشكرك وايد. ما فكرت تكتب شعر أو حاولت تكتب شعر؟ لا، يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حده. أنا أحب أقرأ وأحفظ، لكن أكتب ما أكتب، لا ما يعني مو شغلتي. أيام الفنطاس قبل كانت الأشعار تتداول، طبعا لا يخلو مجلس أو دوانية في الكويت في ذاك الوقت، لأن الدوانية تعتبر منتدى للشياب، وكان في شعراء كثير، وحتى للشباب اللي يسمعون شو يقولون الشياب يحبون يقلدونهم ويطورون ويحبون يصيرون شعراء فيقولون، فلا يخلو مجلس أو دوانية من شاعر. احنا في الواقع الوقت يدركنا، ويأتنا إشارة من الأخ المخرج انه وقتنا انتهى. شاكرين جدا على هذا اللقاء ابو خالد، كلمه اخيره؟ انا كلمتي الاخيره اشكر
برنامج هذا الناجح خفيف الدم اللي دايم يستضيف لنا تركيبات حلوة، وأرجو أني ما أكون ضيف ثقيل في هالحلقة. لا بإذن حياك الله باسمكم أعزائي المشاهدين، أشكر الفنان إبراهيم الصلال. خلكم معنا الأسبوع القادم مع شبكة تلفزيون فمن الله. We'll be right back.